قضينا تجربة الآن توا هذا سنة ونص من محسوبا من الحكومة السابقة. الإنجاز ما كانش قد معناها الانتظارات، هذا ما لا شك فيه وما نجموش نغطوه، لكن نحن عدنا أمل أنه معناها التركيبة ستكون تركيبة فيها وجوه جديدة كثيرة. وزارات السيادة تحيد أيضا ومحيدة بطبيعة الحال أن تكون الأولويات هي لعشرة شهر أقصى تقدير، لأنه نحن بودنا أنه ما نجوزوش 2013 نهاية 2013، وأيضا أن ترجع هيبة الدولة، ترجع هيبة القانون، وترجع ثقة الناس فيها. ننتظر منها أني باش تحدد برنامج واضح، المرور إلى الانتخابات بطريقة سلمية، توفير الأمن، ومراجعة المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. هذا شو ننتظر منها؟ أكثر من هذا ما ننتظر حتى شيء. لا ننتظر منها لا باش تعمل مشاريع، لا باش تشغل مواطنين على العمل، لا حتى شيء. المرحلة القادمة نريدها مرحلة حوار، نريدها مرحلة وأنه كل الأطراف وكل الفرقاء السياسيين يجلسوا على مائدة الحوار من أجل توافقات حقيقية، من أجل أنه نحدوا الخريطة الطريق اللي بالفعل تقوم بتقصير المسافات من أجل إيجاد وأن تقع الانتخابات في أحسن الظروف وفي أقرب الأجال. بالنسبة للحكومة ثم خطوط كبرى لا بد أن تعمل فيها خطوات، والمقصود بها هي القضية الاجتماعية وغلاء المعيشة والمسألة هذه الحساسة، ثم مسألة الأمن والاستقرار، وهي قضية نتصور يعني مشتركة لدى كل أطراف الحكومة وكل الطيف السياسي. والنقطة الثالثة هي دوما الحوار الحوار الحوار، ما نوجدوش أي تعلات مهما كان يعني العنف اللفظي لدى المعارضة في بعض الأحيان. ديما أنا حتى كان في تدخلي نطالب الحكومة أن تكون ديما تفتح مجالات الحوار. مسألة معناها الاستجابة للقضايا الاجتماعية، وخاصة لمسألة غلاء الأسعار، لمسألة التعيينات، لمسألة الفساد الذي أستشرى بصورة عاجلة، على الأقل شني الإجراءات والمقترحات العاجلة جدا التي يمكن الحكومة. أنا ننتظر نحن الحكومة ذي، أعتقد أن الثقة مرتبطة ببرنامجها، مرتبطة بمدى تعاوده بما سبق الاتفاق عليه، وبمدى قدرتها على معناها تحقيق هذه البرامج. كان احنا بعد الانتخابات 23 اكتوبر وكان مش نصوت على حكومة الترويك. اما فيما ما ننتظر من الحكومة، الديمقراطيين بصفة عامة لا ينتظرون، هذا رأي شخصي وتحمل مسؤوليتي فيه، لا تنمية ولا تشغيل ولا استثمار، الامن الامن الامن، وخارج طريق باش على الاقل نتعداو هالفترة الانتقالية هذه.